السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات اللي كتقدم لكم اسيغونس افريكاسيون. كما العاده كنشكر كاع الناس على لي كومونتير اللي كيحطوا لينا وكيشجعونا بزاف باش اننا نحطوا دي فيديو وحدين اخرين، وكنرحب بالناس الجداد وتاهم تنقول لهم لكن اي تساؤل ما تنساوش تحطوه لينا في كومونتير وانا نحاول ما امكن انني نجاوبكم عليه. كاين بعض التساؤلات انا مازال ما نجاوبش عليهم، غادي نخليهم حتى نجمعهم وندير واحد الفيديو خاص باش نجاوب فيه على كاع الاسئله ديالكم. دونك اللي عنده شي سؤال عفاكم احطوا ليا في كومونتير او لا يدخل لاباج انستغرام ديالنا، انا نحط لكم ليا لتحت. درت هاد لاباج هادي انستغرام باش يسهل التواصل بيني وبينكم باش مابقاش نتعطل عليكم بزاف في الاجوبه، واللي كنزرب ولا عنده شي سؤال بغى يعاود يطرحو يدخل عندي تمايا ويطرحو ليا ولا يسولني انا نجاوبو ونتواصل معكم اسهل. بالنسبه للناس اللي مازال باينينش على الاجوبه ديالهم وباغي نشرح لهم في فيديو اكثر، يحطوا ليا الاسئله وانا غنجمعهم ونحطهم في واحد الفيديو خاص ونجاوب على كاع الاسئله ديالكم. اللي كنت وعدتكم انني غادي نهضر على لاكسيدون طرافاي، جات الوقيته باش انني نحط هذا الفيديو هذا ونشرح لكم فيه لاكسيدون طرافاي. كنت وجدتو شحال هادي غير كيما قلت لكم ما كانش عندي الوقت انني نحطو في هذا الفيديو. حاولت ما امكن انني نبسط لكم لا ديفينيسيون ديال لاكسيدون طرافاي ونشرح لكم لا سوسكريبسيون كيفاش كان شنو هما الحوايج اللي كيحددوا لينا الثمن ديال الكونطرا ديال لاكسيدون طرافاي و جيستيون سينيستر ديالها كذلك، حتى هي حاولت نبسطها لكم ما امكن. نتمنى يكون الفيديو واضح واي تساؤل حطوه ليا. نبداو على بركه الله. شنو كنقصدوا باكسيدون طرافاي؟ لاكسيدون طرافاي لاسيغونس ديال لاكسيدون طرافاي هي واحد لاسيغونس اللي كيديرها المشغل باش كيحمي الناس اللي خدامين معاه في حاله ما وقعت لهم واحد الحادثه اثناء الشغل ديالهم وفي اطار الشغل. انا كنحدد لكم في اطار الشغل. هاد لاكسيدون طرافاي هادي مؤخرا ولات اسيغونس اوبليغاتوار، بحالها بحال ديال الطوموبيل بحال الار سي، ولات اسيغونس اوبليغاتوار. اي واحد عنده شركه ولا بيرو مخدم فيه الناس واجب عليه انه يدير لهم اسيغونس اكسيدون طرافاي. واضحه؟ هاد لاكسيدون طرافاي هادي ريجي بار لا لوا 18-1 اي موديفي بار لا لوا 18-12. دونك هنا هي اسيغونس اوبليغاتوار. كاين بحال مثلا فاش كنهضرو في الطوموبيل قلنا لا اغ سي اوبليغاتوار، كاين لي غارونتي انيكس. حتى في لاكسيدون طرافاي كاينه اكسيدون طرافاي وكاين فيها واحد كاين فيها لي غارونتي انيكس وكاين فيها واحد لا غارونتي اللي كتمشي معاها بزاف، غادي نهضر لكم عليها. وليني قبل فاش كنهضر على لاكسيدون طرافاي خاصني نعرف فوقاش غادي فوقاش داك المشغل، غنقول بلي وقعت له حادثه شغل وفوقاش نقول انه ما وقعتلوش حادثه شغل. اذا كنهضر عليه الا كنقول بان هاد السيد هذا وقعت له حادثه شغل في حاله الوفاه، الله يحفظ الا توفى كان خدام وقعت له شي حاجه مثلا اللي خدامين في الضوء كان مشي يصاوب شي حاجه ضربوا الضوء مات، حادثه شغل. في حاله انكاباسيتي بيرمانونت بارسيال معنيتها عجز جزئي دائم، يعني السيد كان كيخدم مثلا في شي شركه وكان كيقاد شي حاجه في شي ماشين، داز ديك لا ماشين طيرات له مثلا الراس ديال الصبع ديالو، هادي حادثه شغل تقاس في صحته وتقطع له واحد الطريف ديال الصبع ديالو، هذا عجز جزئي دائم صافي. وهذا العجز باردون الجزئي الدائم النسبه ديالو كيحددها الطبيب. وكاين عجز جزئي كلي عفوا دائم، كاين اي بي بي و اي بي تي. اي بي بي انكاباسيتي بيرمانونت بارسييل عجز جزئي دائم، وكاين اي بي تي اللي هي انكاباسيتي بيرمانونت توتال عجز كلي دائم. الله يحفظ كان كيخدم تضربوا له رجلو مابقاش كينوض، هذا دائم ما غاديش يعاود يخدم هذا السيد هذا وما عندوش الامكانيات باش يخدم صافي، هذا دائم.
هاد دونك قلنا لاكسيدون طرافاي هي الا مات السيد او الا تقاس في صحته وكان عنده عجز جزئي دائم ولا عجز كلي دائم، اكونديسيون ان هاد السيد هذا هادشي اللي وقع له يكون في وسط الخدمه. الا وقعت له شي حاجه من هادشي هو خارج الخدمه، واخا تكون عنده اسيغونس اكسيدون طرافاي ما محسوبش. كان في دارو مع وليداتو ما بيه ما عليه، تطحمت في هاد الحاله ما دخلاش في لاكسيدون طرافاي حيتاش ما كانش خدام، كان في دارو. باغ كونطخ لو انه كان في الخدمه وكان خدام وقعت له شي حاجه وطحمت، فهادي كتسمى اكسيدون طرافاي صافي. اون فوا سيد كيخرج من الخدمه ديالو كيسالي وقيته التسويع ديالو كيخرج للزنقه كيمشي بحالو لدارو وكتوقع له شي حاجه ما كتدخلش في لاكسيدون طرافاي صافي. لي كونديسيون باش نهضروا على لاكسيدون طرافاي، خص هذيك لاكسيدون اللي وقعت تكون مفاجئه، ماشي انا اللي برمجت مثلا واحد الماكينه باش تضرب الصبع ديال واحد السيد ولا باش تضربني انا باش نتعوض صافي. خاص تكون جات على غفله. هاد لاكسيدون هادي خصها تكون في اطار الشغل، الا ما كانش في اطار الشغل ما دخلاش في اكسيدون طرافاي. ثالث حاجه، خاص هاد الحادثه هادي اللي وقعت لينا في الشغل تكون قصد الهيئة الجسد ديال داك الشخص اللي خدام. مثلا كان خدام بماكينه طاحت له على التليفون ديالو تهرس، ما غاديش نهضروا على اكسيدون طرافاي في هاد الحاله، التليفون اللي تهرس ماشي داك العامل هو اللي تقاس. لو ان العامل اللي تقاس نهضروا على اكسيدون طرافاي، التليفون تهرس ماشي اكسيدون طرافاي، واضحه؟ دونك خصو يكون تقاس في الهيئه ديالو. هذه هي لاكسيدون طرافاي سهله، هو فاش كيكون السيد خدام وكتوقع له حادثه اثناء داك الشغل. هاد الحادثه خصها تكون مفاجئه، خصها تكون في اطار الشغل، وخص السيد يكون تقاس في صحته، واضح؟ دابا غادي ندوز غادي نهضر لكم على لاكسيدون تراجي. قلت لكم قبيله اكسيدون طرافاي هي اسيغونس اوبليغاتوار، ويمكن لينا نزيدو عليها اكسيدون تراجي. اكسيدون تراجي هي اكستنسيون غارونتي، بمعنى الا بغيت نزيدها غادي نزيد عليها الفلوس، ما بغيتش نزيدها انا ماشي مجبر. كنقول انا يعني المشغل الا بغى يزيدها العمال ديالو كيزيد عليها الفلوس، ما بغاش يزيدها العمال ديالو هو ماشي مجبر. اللي مجبر يدير هي اسيغونس اكسيدون طرافاي. ولاني واخا هكاك غادي نشرح لكم اكسيدون طراجي حيت اش كتستعمل بزاف. لاكسيدون طراجي هي كتعني ان داك السيد اللي خدام هو محمي في اطار الشغل، ومحمي كذلك في واحد طراجي اللي هو كيكون ما بين الخدمه ديالو وما بين السكنه ديالو. خرج من الخدمه ديالو كان غادي لدارو، وقعت له شي حادثه ما بين الخدمه والدار داخله في اكسيدون طرافاي، حيتاش حنا دايرين اكسيدون تراجيك، يعني غادي تعوض في الكونطرا ديال اكسيدون طرافاي اللي فيها اكسيدون تراجي اكستنسيون د غارونتي. تبعين معايا؟ كذلك هو محمي الا وقعت له شي حاجه ما بين البلاصه فين خدام والبلاصه فين كيتغدى ولا كيتعشى، الا كان كيخدم بالليل مثلا. دونك محمي ما بين البلاصه فين هو خدام والبلاصه ما فين ساكن، محمي ما بين البلاصه فين خدام والبلاصه فين كيمشي ياخذ الوجبات ديالو. فداك التراجي الي روتور هو كيكون محمي، واضح؟ دابا غادي ندوزو لا سوسكريبسيون. نتمنى لاكسيدون تراجي تكون واضحه ولاكسيدون طرافاي تكون واضحه. لا سوسكريبسيون شنو هما الحوايج اللي كيحددوا لينا الثمن ديال الكونطرا اكسيدون طرافاي؟ الحوايج اللي كيحددوا لنا الثمن هما جوج الحوايج، كاينه لاكتيفيتي كاينه لا ماس سالاريال. لاكتيفيتي كنعني بها الخدمه اللي خدامين دوك الناس، واحد خدام في البيرو
ما معرضش للخطر قد ما واحد خدام في الشونسي ولا في البني معرض للخطر. دونك اوتوماتيكمون الناس اللي خدامين في البيرو الكونترا لاسيغونس اكسيدون ترافاي كتجيهم ناقصه في الثمن على الناس اللي خدامين في الشونتي ولا في البني. كذلك كاينه لاماس سالاريال. لاماس سالاريال كنعني بها العدد الناس اللي خدامين معايا شحال كيتقاضاو في الاجر، يعني في الفلوس شحال كياخدوا في الشهر كاملين. هذاك الشيء اللي كياخذوه في الشهر كاملين كنضربوه في العام. انا حددت لكم كيفاش كنحسبوا لا ماس سالاريال بالنسبه للوطو ديال بالنسبه لاكتيفيتي. لوطو ديالها كيكون محدد من عند الشركه، كل شركه شحال دايره في لوطو ديالها. دونك هذا الشركه هي اللي محدده كتعطيك هاد لاكتيفيتي ها هو لوطو ديالها، هاد لاكتيفيتي لوطو ديالها وهي غاده. لا ماس سالاريال هي السالير ديال واحد الشخص كنضربوه في 12 باش كيعطينا هاد العام، كنضربوه في عدد الناس اللي خدامين. الا كانوا عندنا مثلا ناس بزاف لي سالير ديالهم مختلفين، نعطيكم انا غير مثال، واحد عندنا 10 كيتخلصوا ب 3000 درهم في الشهر وعندنا 10 كيتخلصوا ب 4000 درهم في الشهر، كي غنديروا نحسبوها غناخذوا دوك الثلاثه اللي كيخدموا ب 3000 درهم في الشهر غنضربوا 3000 درهم في 12 جو كوي شي 36000 درهم فوا 10 الناس زائد 4000 درهم فوا 12 باش يعطينا السالير ديال العام فوا 10 الناس اللي خدامين ب 4000 درهم. دونك هادشي اللي عطانا ديال 3000 درهم كنزيدو على ديال 4000 درهم هي لا ماس سالاريال. وكنحسبوا الطاريف كناخذوا البورسونتاج ديال لاكتيفيتي اللي قلت لكم محدد من عند الشركه كنضربوه في لا ماس سالاريال توتال وعاد كنزيدو عليه لي تاكس و لي اكسسوار كيعطينا الثمن. نتمنى حتى هي تكون واضحه. بالنسبه لابريم، لابريم ديال لاكسيدون اسورونس اكسيدون ترافاي عندنا جوج ديال لي بريم، كاينه بريم فورفيتير وكاينه بريم ريفيزابل. شنو كنعني بريم فورفيتير؟ بريم فورفيتير هي واحد لا بريم اللي كتكون محدده. هاد لا بريم هادي كتكون عند الناس اللي عندهم لا ماس سالاريال ضعيفه بزاف، مثلا عندهم غير اون بيرسون ولا دو بيرسون، ما عندهمش الناس اللي خدامين معاهم بزاف وكتكون قليله. لا بريم ريفيزابل كنستعملوها بالنسبه لي زونتربريز اللي عندهم لا ماس سالاريال كثيره واللي كيخدموا بالبوردرو د لا سي ان اس اس. كيفاش كيخدموا بالبوردرو د لا سي ان اس اس؟ هنايا انا نسيت ما حددتهاش لكم في الفيديو، دابا انا كنهضر عاد كنتفكر. بالنسبه فاش كنجيو نحدد في الاول فاش كنجيو نديرو لا سوسكريبسيون كيعطيونا واش حنا هاد الناس هادو باغيين يديكلاريو بالناس ديالهم بالبوردو دو لا سي ان اس اس او لا بلا ليست نوميناتيف. شنو الفرق ما بيناتها؟ البوردو دو لا سي ان اس اس فاش الا جا السيد قال لك انا بغيت نخدم بالبوردو دو لا سي ان اس اس كنقول له مرحبا، دونك كنخدموا بالبوردو دو لا سي ان اس اس. بمعنيتها اي واحد ديكلارا هاد السيد في لا سي ان اس اس فهو داخل عندنا في لاسيغونس كيكون اسوري في الكونطرا اكسيدون ترافاي. اي واحد خرجو من لا سي ان اس اس ما بقاش مديكلاري في لا سي ان اس اس اوتوماتيكمون كيتحيد عندنا من الكونطرا اكسيدون ترافاي. هاد البوردو دو لا سي ان اس اس كيديكلاريه لينا المشغل كل شهر، كيعطينا واحد البوردو دو لا سي ان اس اس وحنا كنصيفطوه لا كومباني على هذاك الاساس كتبازا صافي. وفي الاخر ديال العام مثلا انا في الاول جا قال لي نخدم بالبوردورو د لا سي ان اس اس، في داك البوردورو د لا سي ان اس اس كنديكلاري غير واحد او لا غير جوج نقولوا. في الاخر ديال العام هاد السيد لا تحركت له القضيه وبدات الخدمه كثيره بدا كيديكلاري الناس. في الاخر ديال العام لقينا بانه وصل مثلا 12 بيرسون 12 لواحد. دونك في الاخر العام كيجي كنتحاسبوا معاه، في الاول شحال خلصتينا؟ خلصتي لنا غير جوج الناس، دابا ولاو عندك 12
دونك غادي تزيدنا لا بريم على 12 على باردون على 10 حيت جوج مسؤولين في الاول، دونك غادي يزيد يكمل لينا دوك العشرة في الفلوس. واضحة؟ وكاين عندنا لا ليست نوميناتيف. لا ليست نوميناتيف هي ان هاد السيد اننا ما كنتبازاوش على شنو دار هاد السيد فلاس، شنو ديكلارا وشنو ما ديكلاراش في لاس ان اس اس. يعني اي واحد دخل عنده كيديكلاري لينا حنايا، وحنا كنديكلاريو لا كومباني، كنقول حنايا اون طونك كو انترميديير كيديكلاري لينا وحنا كنديكلاريو لا كومباني صافي. ما كيهمناش واش داخل في لاس ان اس اس ولا ما داخلش، ممكن يديكلاري لينا حنايا لاسيغونس يكون اسوري في الكونترا اسيغونس اكسيدون ترافاي وما يكونش مديكلاري في لاس ان اس اس، ممكن صافي. نتمنى تكون واضحه الفرق ما بين لا ليست دوميناتيف وما بين البوردرو لاس ان اس اس. دونك قلنا لا بريم ريفيزابل هي كنديروها للشركات الكبار، هي اللي كنت قلت لكم دابا كيديكلاري لنا بلاص ان اس اس كنخدموا في الاخر العام كنتحاسبوا. اذا كان مثلا الناس اللي ديكلارينا زايدين على الناس اللي ديكلارينا في الاول كنتحاسبوا، الا غيزيدنا كيزيدنا غنردوا له كنردوا له. المهم كنتحاسبوا في الاخر ديال كل عام. نتمنى تكون واضحه. بريم فورفيتير بريم ريفيزابل. فورفيتير كنستعملوها الا ما كانوش لي بيرسون بزاف داكشي قليل، وريفيزابل الا كانت شي شركه اللي عندها الناس بزاف واللي كنخدموا معها بالبوردورو د لا سان اس اس. دابا غادي نهضروا على لي غارونتي دو باز اللي كيكونوا في كونطرا اسورونس اسورونس ديال لاكسيدون ترافاي. لي غارونتي دو باز اللي كاين فيها هي البيمون دي زانديمنيتي جورناليير، بمعنى ان هاد السيد الا كان خدام وقعت له اكسيدون ترافاي وما كانش بامكانه انه يخدم مثلا واحد الاربع ايام خمس ايام شحال ما كان، هو اللي كيحدد له العدد الايام اللي ما غيخدمش. فهاد الحاله لاسيغونس كتخلص له دوك الايام اللي ما غيخدمش فيهم، لاسيغونس كتخلصهم ليه. شنو كتخلص عليه؟ كتخلص عليه لي فري ميديكو ميديكو اي فارماسيوتيك. اسمحوا لي، يعني يا تقاس كيكونوا دي كلينيك كونفونسيوني مع لاسيغونس، كيكون المشغل عارفهم كيهز السيد كيديه لوبيتال باش كيتعالج، لاسيغونس هي اللي كتكلف به فري دو سبيتاليزاسيون، هي اللي كتكون كيديه للكلينيك ولاسيغونس كتكلف به، وكذلك كتعوضو في لي فري ديال الدواء صافي. هادو لي غارونتي دو باز، كتخلص له اليوميه ديالو، كتخلص عليه الدواء، وكتخلص عليه لوبيتال. هادي غارونتي دو باز اللي كاينه في اسيغونس اكسيدون ترافاي. شنو هما اكستنسيون دو غارونتي؟ الاكستنسيون دو غارونتي شنو هي؟ قلنا شي حوايج اللي الا بغى يزيدهم كيزيد عليهم الفلوس، ما بغاش يزيدهم من حقه ما يزيدهمش وما يزيدش عليهم الفلوس. كاين عندنا مالادي بروفيسيونيل، بمعنى ممكن انني نزيد واحد لا غارونتي في الكونطرا اسيغونس اكسيدون ترافاي سميتها مالادي بروفيسيونيل، يعني ان هاد السيد الا وقع له شي مرض بسبب هذيك الخدمه، مثلا النجار، الناس كيخدموا في النجاره بزاف من بعد كتجي حساسيه بسبب ديك النجاره، دونك هادي مالادي بروفيسيونيل. في هاد الحاله كيتعوض على هاد لا مالادي هادي. يمكن لي نزيد لا فامي ديال لي سالاري، العائله ديالو وليداتهم عيالاتهم ولا رجالاتهم كندخلهم في الكونطرا الا وقعت لهم حتى هما شي حاجه. وكاينه اكسيدون تراجي هي اللي كنت شرحت لكم، يعني الا وقعت له شي حاجه ما بين المكان ديال العمل ديالو والمكان ديال السكنه اولا المكان ديال العمل والمكان فين كياخذ لو روبا ديالو. واضحه؟ دابا غادي ندوزو ونهضروا على لا جيستيون سينيستر. هاد لا جيستيون سينيستر كيفاش؟ انا كمشغل السيد عندي وقعت له اكسيدون ترافاي، هذاك السيد اللي وقعت له اكسيدون ترافاي خاص ضروري يعلمني انا كمشغل قبل ما تفوت 48 ساعه صافي، ويجيب لي 3 اكزامبلير
السيرتيفيكا ميديكو اللي غيعطيه الطبيب، وغيجيب لي البافي ديال البوليس الا كانت اكسيدون تراجي. هنا كنهضر على اللي طاح، ركزوا معايا في جيستيون سينيستر باش ما تلفوش. السيد اللي خدام عندي طاح وقعت له اكسيدون طرافاي، من الواجب عليه ولا على لا فامي ديالو تعلمني قبل ما تفوت 48 ساعه، تجيب لي 3 اكزومبلير ديال لي سيرتيفيكا ميديكو اللي غيعطيه الطبيب، ويجيب لي بافي ديال البوليس الا كانت اكسيدون تراجي. ما كانش ما يجيب ليش، الا كانت غير في الخدمه يجيب لي غير غير يعلمني ويجيب لي سيرتيفيكا ميديكو. واضحه؟ انا بدوري كمشغل شنو خاصني ندير؟ خاصني نعطي لهذاك السيد اللي طاح اتيستاسيون ديال لاسيونس ديالو كوبي، وخاصني نديكلاري هذيك لاكسيدون لاسيونس قبل ما تفوت عليها 5 ايام، ونعلم لا ديريكسيون ريجيونال او بروفانسيال دو ترافاي. صافي. دونك السيد اللي طاح، ركزوا معايا، هاد الاولى كنهضر على السيد اللي طاح، على العامل خاصو يعلم المشغل ديالو في خلال 48 ساعه ويعطيه 3 ديال لي كوبي ديال الشهاده الطبيه، ويلا كانت اكسيدون تراجي يجيب له بيفي ديال البوليس. المشغل خاصو يعطي لهذاك السيد اللي طاح اتيستاسيون ديال لاسيورونس ويديكلاري لاسيورونس ديالو قبل ما تفوت 5 ايام، ويعلم لا ديريكسيون ريجيونال او بروفانسيال دو ترافاي. واضحه؟ هنا كيما قلت لكم عاد كيتعوض السيد في لي غارونتي دو باز، لي فري ميديكو، انديمنيتي جورناليير اللي كتبدا من النهار الثاني ديال لاكسيدون، بالنسبه للاعياد ولا لي ويكاند وداكشي داخلين، اعياد والجور فيريي داخلين. دونك قبل ما كيتعوض نتمنى تكونوا ركزتوا معايا في هذوك الجوج اللي قلت لكم، باش هنا لاسيرونس كدير خدمتها وكتعوض داك السيد في لي فري ميديكو. الا كان وقف توقف على العمل كتعوضو في اليوميه ديالو، في كتعطيه السالير ديالو، وكيبدا ابارتيغ ديال النهار الثاني من وقوع الحادثه، لي جور فيريي لي فات لي ويكاند داخلين. صافي. دونك نتمنى هاد الفيديو يكون واضح مزيان، انا حاولت ناخذ لكم غير داكشي اللي مهم ونبسطو لكم. نتمنى يكون واضح ويكون تكونوا فهمتوه، وكالعادة لكان اي تساؤل ما تنساوش تحطوه ليا في كومونتير، وتواصلوا معايا في لاباج انستغرام ديالنا. نتمنى يكون التواصل اسهل. غادي نحط لكم سميتو لاباج ديالنا في الكومونتير، تابوناو معنا وان شاء الله نجاوبكم على كاع الاسئله ديالكم. كنشكركم بزاف بزاف على التشجيع ديالكم، وما تنساوش تزيدوا تشجعونا اكثر اكثر بلا جيم وبلا كومونتير ديالكم، وتبارطاجيو باش يستافدوا الناس كاملين. نتمنى ان هذا الفيديو يساعدو، باغا صراحه الناس يستافدوا معنا وتكون عندهم درايه بلاسيونس. بزاف ناس ما عندهمش درايه بلاسيونس، بغيتهم تولي عندهم درايه بهذا الميدان هذا، ويكونوا عارفين شنو اللي ليهم وشنو اللي عليهم. وكنشكركم بزاف مره اخرى، ولا فيديو جاي ان شاء الله.